في دنيا الساحرة المستديرة، نادراً ما تجد شخصاً يجتمع على حبه منافسوه قبل محبيه، يقدرون عطاءه، يتغنون بإنجازاته. أن تكون لاعب كرة قدم كبير هو أمر واحد، ولكن أن تصبح في يوم من الأيام رمزاً إنسانياً ومثلاً أعلى لكل الأجيال التي شاهدت والتي سمعت عن نجاحاته الكبيرة هو أمر بالتأكيد صعب. في عام 1983 أبرزت صحيفة فرانس فوتبول تقريراً عن تتويج أحد أعظم وأشهر من ركل كرة القدم في مصر والقارة السمراء، محمود إبراهيم الخطيب، المتوج بالحذاء الذهبي كأفضل لاعب في إفريقيا. لمصطفى عبده اللي حيرفع رفع حلوة بدماغه تروح لحمدي جمعة تاني، مصطفى يونس، مصطفى بيرقص للخطيب وحيشوت يا محمود الخطيب، نجم وقائد للكتيبة الحمراء، فارس الجزيرة الأول خلال حقبتي السبعينيات والثمانينيات، الذي قاد المارد الأحمر للعديد من الألقاب المحلية والقارية. كان أحد أبرز نجوم منتخبنا القومي على مدار أكثر من 10 سنوات، وضع اسمه بجانب أعظم نجوم القارة السمراء. ولد محمود إبراهيم الخطيب في 30 أكتوبر عام 1954. بدأ مشواره مع الساحرة المستديرة مع فريق النصر وهو في سن مبكرة، قبل أن ينتقل إلى صفوف النادي الأهلي مطلع سبعينيات القرن الماضي. هلا علي مرعي ولعبة عرضية حلوة إلى عامر، والخطيب يناديله ناحية اليمين وماشي الخطيب هو سعيد وبشوط لعب بيبو طوال حياته الكروية 266 مباراة، منها 199 مباراة في الدوري و18 مباراة في كأس مصر و29 مباراة في بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري و20 مباراة في بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس. وصل إجمالي أهداف الخطيب إلى 154 هدف، كان منها 9 أهداف في كأس مصر و36 هدفا في بطولات إفريقيا. بالطبع لا تنسى له جماهير الكرة المصرية هدفه الغالي في مرمى الحارس التونسي عتوجة في تصفيات مونديال 78، لا تنسى له الجماهير هدفه التاريخي في مرمى نادي الزمالك في نهائي كأس مصر عام 78، عندما كان الفريق متأخرا أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف. كان الخطيب يجلس بجانب هيدي كوتي ودرجة حرارته مرتفعة، تحامل على نفسه، لعب وسجل هدف التعادل. اثنين اثنين اهي، هيعيدها تاني. شوف الخطيب برجله اليمين ثم سجل جمال عبد الحميد وطاهر الشيخ هدفي الفوز، لتنتهي المباراة ب4 أهداف مقابل هدفين ليفوز الأهلي بكأس مصر. مع المارد الأحمر حصد الخطيب كل الألقاب المحلية والقارية، سجل في أقوى وأشهر فرق القارة السمراء، حتى جاءت لحظة اعتزاله الكرة عام 88 وسط أكثر من 100,000 متفرج، مرددا كلمات ألف شكر ألف شكر. الحمد لله بشكر بلدي وبشكر تراب بلدي اللي أنا تربيت عليها، بشكركم جميعا بشكركم جميعا، ألف شكر ألف شكر ألف شكر. منهيا مشوارا طويلا مع الساحرة المستديرة، كلل بالنجاح، تاركا خلفه تاريخا مشرفا لكل عشاقه. إداريا لمع اسم محمود الخطيب داخل القلعة الحمراء، ولما لا وهو أحد أبنائها المخلصين، حيث تدرج في العمل الإداري بداية من عمله كعضو لمجلس الإدارة ثم كأمين للصندوق، حتى وصل إلى منصب نائب الرئيس ورئيس المكتب التنفيذي، وأخيرا رئيسا لمجلس إدارة النادي الأهلي. الأسطورة الذهبية بيبو. We'll be right back.